بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده حنفاء، خلقهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأضلتهم عن دينهم، وكان الناس على التوحيد 10 قرون ثم وقع الشرك، فأرسل الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين ومحذرين عن الشرك وعن الوقوع فيه. وقد قضى الله عز وجل وقدر أن يكون في خلقه المؤمن والكافر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالناس منهم الكافر في أصل الخلقة والتقدير، ومنهم المؤمن، والأصل في الحكم على الناس بالكفر أو الإيمان الظاهر. الأصل في الحكم على الناس أن يحكم لهم أو عليهم بما يظهر من أعمالهم وأقوالهم، فمن أظهر الكفر وانتسب للكفر فهو كافر، ومن أظهر الإسلام وصار منسوباً إلى الإيمان فهو مؤمن، فهو مؤمن. والناس منهم المؤمن حقيقة ومنهم الكافر حقيقة، ومنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو ما يسمى بالمنافق. والمنافق يعامل في الدنيا بما يظهر من أعماله وأقواله، والمنافق ينتسب في الظاهر إلى الإسلام فيعامل في أحكام الدنيا معاملة المسلمين. وإذا كان الناس إجمالاً على قسمين، منهم الكافر الأصلي ومنهم المسلم، فعلى المسلم أن يتعلم الأحكام ويتعلم ما يتعلق بهذه المسألة، وهي ما يسمى عند أهل العلم مسألة الأسماء والأحكام. فالكافر من انتسب إلى الكفر بشتى ملله، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهو ما يسمى بالكافر الأصلي. فهذا يحكم عليه بما يظهر من انتسابه. والحكم بالكفر حكم شرعي، لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه بوصف شخص بهذا الوصف إلا بيقين، إلا بيقين. والمسلم الذي يظهر الإسلام يجب أن يبقى له هذا الوصف بحسب ما أظهر، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يجز أن يزول عنه هذا الوصف إلا بيقين، لم يجز أن يزول عنه هذا الوصف، يعني وصف الإسلام، إلا بيقين. ورمي المسلم بالكفر من أعظم الذنوب والمعاصي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه،
ما لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان صاحبه كذلك وإلا رجعت عليه. وهذا يبين لنا أيها الإخوة خطورة تكفير المسلم، خطورة تكفير المسلم. وتكفير المسلم كقتله، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وتكفير المؤمن كقتله. فلا يجوز أن يقدم المسلم على التكفير إلا بضوابط شرعية. وقد ذكر العلماء هذه الضوابط وأحصوها واستقرؤوها من النصوص الشرعية، لأن المسلم الذي دخل في هذا الدين أو انتسب لهذا الإسلام يجب أن يبقى له هذا الوصف، ولا يجوز الإقدام على تكفير مسلم إلا بضوابط شرعية واجتماع الشروط التي بها يكفر المسلم وانتفاء موانع التكفير عنه. ومن الشروط التي ذكرها العلماء في تكفير المسلم الذي يأتي بمكفر، لأن عندنا فعل وعندنا فاعل، عندنا فعل وعندنا فاعل، عندنا وصف وعندنا موصوف. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، بمعنى أن القول قد يكون كفراً ولكن القائل ليس بكافر، والفعل قد يكون كفراً ولكن الفاعل ليس بكافر. فليس كل من قال الكفر كفر، وليس كل من فعل الكفر كفر. أهل السنة والجماعة يشددون في تكفير المعين، يشددون في تكفير المعين فيضعون له ضوابط ويذكرون شروطاً وموانع تمنع لحوق التكفير بالمعين. ولا بد للمسلم أن يعرف وأن يتعلم هذه الأفعال والأقوال الكفرية حتى يجتنبها، ولا بد أن يميز بين ما هو كفر وما ليس بكفر حتى لا يكفر بما ليس بكفر فيقع بما وقعت فيه الخوارج. فالخوارج كفروا المسلمين بالمعاصي والكبائر، ولهذا تجدون أيها الإخوة إن أجر الناس على التكفير أكثرهم جهلاً وأقلهم علماً، أما العلماء فإنهم يتهيبون من تكفير المعين ويتحرزون ويحتاطون لذلك وينظرون في الشروط والموانع. أما الجهال فتجدهم يكفرون بما ليس بكفر كحال الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفقهون ما يقرؤون. وتجدهم ينزلون الآيات في غير موضعها، ينزلون الآيات في غير موضعها ويستشهدون بها في غير سياقها،
ولهذا كفروا الصحابة رضي الله عنهم. الخوارج كفروا الصحابة، بل تقربوا إلى الله بقتل الصحابة والعياذ بالله وقتل المسلمين. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والسبب في ذلك البدعة والشبهة والجهل والجهل. وعلى المسلم أن يتعلم حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك الخوارج الجهلة الذين كفروا المسلمين بما ليس بكفر. إذن الأمر الأول أن نميز بين ما هو كفر وما ليس بكفر. الكبائر هناك أمور مخرجة من الملة وهناك أمور لا تخرج من الملة، فمثلا الزنا والربا والخمر، من فعل شيئا من ذلك دون استحلال فإنه لا يكفر، لو أن شخصا يشرب الخمر، مدمن خمر، لا نقول إنه كافر، أو يزني أو يسرق أو نحو ذلك من الكبائر، فهذه لا تخرج من الملة، إنما يخرج بها من الملة أهل البدع الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا إن من ارتكب كبيرة فإنه خارج من الإسلام وداخل في الكفر، والمعتزلة يقولون إن من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. ويتفق الخوارج والمعتزلة في أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً عليها فإنه خالد في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن هذه الكبائر لا تخرج من الملة، نعم صاحبها فاسق، وناقص الإيمان ومعرض للوعيد ودخول النار، ولكنه لا يخرج من الملة، ولو عذب فإنه لا يخلد في النار كالكافرين. فهذه كبائر. وهناك كبائر تخرج من الملة ويسمى صاحبها مرتدا خارجا من الدين، ومن أمثلتها الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر الشرك، ومنها الاستهزاء بالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنفرق بين الأفعال والأقوال المخرجة من الملة والأفعال والأقوال التي لا تخرج من الملة، هذا من ناحية. الأمر الآخر، هذا الشخص الذي ارتكب مكفرا مخرجا من الملة، هل يخرج من الملة بمجرد قوله الكفري أو فعله الكفري أو لا؟ هنا يذكر العلماء الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المعين حتى يحكم عليه بالكفر. فهناك شروط لابد أن تتوفر، وهناك موانع للتكفير لابد أن تنتفي حتى يحكم على الشخص بالكفر. فمن الشروط العلم، أن يكون هذا الشخص الذي أقدم على هذا المكفر أن يكون عالماً. مثل إيش؟ مثل الاستحلال. نحن نقرر أن من استحل ما حرم الله فإنه كافر، يعني من قال إن الخمر حلال والزنا حلال وقتل المسلم حلال والربا حلال وهكذا، استحل ما حرم الله، نقول من استحل ما حرم الله فإنه كافر.
لكن الشخص المعين هل يكفر؟ هل كل من استحل حراما يكفر أو لا؟ هنا نقول لابد أن يكون هذا الشخص أن يكون عنده علم بأن هذا الشيء حرام. وعلى هذا فلو أن شخصا حديث العهد بالإسلام ما عنده علم أو يعيش في بلد ليس فيها شيء من معالم الدين وليس فيها علماء وليس فيها دعوة إلى الإسلام، إنما بلد كفر وهو أسلم وصار يشرب الخمر ويعتقد أنها حلال ويستحلها، هل يكفر أو لا؟ قل لا يكفر، لا يكفر، لأنه ما يعلم أنها حلال، ما لا يعلم أنها حرام، استحلها جاهلا، استحل هذا الحرام جاهلا، فهذا لا يكفر. لكن من يعلم أنها حرام ويستحل الحرام مع علمه أنه حرام فهذا هو الذي يكفر. إذن لا بد من توفر هذا الشرط وهو العلم، أن يكون هذا الشخص عالما بهذا المكفر الذي أقدم عليه. هذا العلم الشرط. طيب إيش ضد هذا الشرط وهو المانع؟ ها؟ الجهل. تجد الشرط ضد مانع، فمن كان جاهلا فإن جهله يدرأ عنه التكفير. هذا الجاهل لا يكفر ما دام أنه ليس عنده علم. لكن سؤال، هل كل جاهل يعذر مطلقا أو لا؟ بمعنى الإنسان هذا الشخص الذي يستطيع أن يتعلم الحق ويتعرف على الدين ولكنه يعرض عن التعلم ويفضل أن يبقى جاهلا، هل يعذر؟ لا، ما يعذر، لأنه صنع الجهل لنفسه متعمدا، لأنه أعرض عن التعلم الواجب، أعرض عن التعلم الواجب. لو أن شخصا مثلا يعلم أن الصلاة واجبة وركن لكن ما يتعلمها ولا يريد أن يعرفها ويعرض عن معرفة أركانها وشروطها، هل يعذر؟ هل يقول أنا جاهل؟ ولا ما يعذر. فالجاهل الذي يعذر هو الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم. الجاهل الذي يعذر هو الجاهل الذي لا يمكنه أن يزيل جهله. إذن هذا الشرط وهذا المانع. والجهل له أحكام كثيرة يختلف باختلاف ظروف الشخص المعين والمكان المعين. الشرط الثاني من شروط التكفير أن يكون هذا الشخص عامدا، أقدم على هذا الشيء متعمدا وقاصدا. وما هو ضده؟ ضد العمد الخطأ، ها؟ الخطأ. فالمخطئ معذور، قد قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فالمخطئ معذور لأنه لم يقصد. ولهذا فإن الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه فلما استيقظ وجدها أمامه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك،
أخطأ من شدة الفرح، هذا لا يكفر. لكن الكلمة التي قالها هل هي كفر أو ليس أو ليست كفر؟ من قال الله عبدي هذا كفر أو ليس بكفر؟ هذه الكلمة كفر، ولكن ذاك الشخص الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا يكفر، لأنه لم يقصد حقيقة هذه الكلمة، ولكنه أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ يدرأ التكفير، يدرأ التكفير. ومما يدخل في هذا الأمر وهو مسألة عظيمة ومهمة مسألة التأويل، التأويل هل المتأول معذور أو ليس بمعذور؟ الذي يتأول آية أو حديثا على غير ظاهره وغير حقيقته هل يعذر أو لا يعذر؟ نقول إن التأويل يمكن أن نقسمه إجمالا إلى قسمين، تأويل سائغ وتأويل غير سائغ، تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. يعني يمكن أن تكون أو هذان القسمان من أقسام التأويل الفاسد، لأن هناك تأويل صحيح وهو بمعنى التفسير أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة تدل عليه، وإذا كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح. لكن التأويل الخطأ، التأويل الخطأ، التأويل الفاسد هل يعذر صاحبه أو لا؟ نقول إن كان التأويل الفاسد له وجه في اللغة، ولو كان وجها وتأويلا غير صحيح فإن هذا التأويل يدرأ عن صاحبه التكفير، يدرأ عن صاحبه التكفير، ويدخل في ذلك تأويلات بعض الفرق البدعية. وقد دخل في هذا الباب أئمة وعلماء، أول آيات الصفات، وكان الحامل لهم على هذا التأويل تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه، لكنهم أخطأوا. فنحن نقرر بالنسبة للفعل أو للعمل إن من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فإنه كافر، لكن هذا الشخص الذي تأول صفة على غير حقيقتها تأويلا فاسدا واستدل له بشيء من اللغة، فإنا نقول إن هذا التأويل يدرأ عن صاحبه التكفير، لأن هذا المتأول في الحقيقة هو جاهل، فعنده مانع من موانع التكفير، وهو إيش؟ مانع الجهل ومانع إيش؟ الخطأ. لكنه جاهل مركب، لأنه جاهل ويظن أنه على حق، فهذا التأويل يدرأ التكفير عن هذا الشخص. أما التأويل الذي ليس له أي وجه في اللغة وإنما هو يدخل في التحريف لكلام الله فهذا لا يعذر صاحبه، مثل تأويلات الباطنية وغلاة الرافضة الذين حرفوا كلام الله عز وجل، فيقولون الصلوات الخمس حفظ خمسة أسماء، ويقولون الصيام الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبنا، ويقولون الحج هو زيارة مشاهد شيوخنا، فحرفوا الشريعة وحرفوا كلام الله، ويقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي عائشة رضي الله عنها، هذا ليس له أي وجه في اللغة وإنما هو تحريف كلام الله، فلا يعذر صاحبه بهذا التحريف.
وإنما الذي يعذر من كان له وجه في اللغة العربية ويكون الحامل له هذا التعظيم الذي له لتأويله وجه، وإن كان وجها فاسدا، ولكن هذا الشخص بجهله وبتأويله يدرأ عنه هذا التأويل، يدرأ عنه التكفير. إذن قلنا لا بد أن يكون عالما وأن يكون إيش؟ عامدا، أن يكون عامدا. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أن يكون مختارا يعني باختياره، أقدم على هذا العمل الكفري باختياره، أشرك بالله باختياره، يسجد للأصنام باختياره، يدعو غير الله باختياره، يسب الدين باختياره. أما من كان مكرها هذا مانع، شفت هذا الشرط، الشرط أن يكون مختار، المانع أن يكون مكره. إذا كان هذا الشخص مكره على قول الكفر أو على فعل الكفر فإنه لا يكفر، وإن كان قد قال كفرا أو عمل كفرا، فإن الإكراه مانع من موانع التكفير، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقد روي أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه وراودوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر أنه قد سبه ومدح آلهتهم وأنه مكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك أو إكراهك فعد ما دام أن قلبك إيش مطمئن بالإيمان. يعني الإنسان قد يكره من الكفار على أن يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإن هذا الإكراه مانع من موانع التكفير ولو كان الشخص قد قال كفرا أو عمل كفرا. وهل الإكراه مانع من التكفير في الأقوال أو في الأفعال؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يفعل فعلا كفريا بالإكراه، أو نقول لا تجوز الأفعال وإنما الأقوال فقط؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح والأقرب والله أعلم أن الإكراه مانع من موانع التكفير سواء قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا. ولكن الإكراه أيضا ذكر العلماء له شروط وضوابط، ليس كل إكراه يجيز للإنسان أن يقول الكفر أو يفعل الكفر. مثلا لو أن شخص قيل له: لا بد أن تسجد للصنم أو سنسبك، هل يجوز أن يسجد للصنم؟ يقول: الله سيسبونني وأنا مكره. لا، ما يجوز، لا بد أن يكون الإكراه بشيء لا يحتمل هذا الشخص، وأن يكون المكره قادرا على إيش؟ على أن ينفذ ما أكره، ما هدده به. أما لو هدده مثلا طفل صغير لا يستطيع أن يفعل شيئا، أو هدده شخص لكنه يعلم أنه لن يفعل ما هدده، فلا يجوز أن يقدم على الكفر. إذن نقول إن الإكراه مانع من موانع التكفير، لأن الإنسان قد يكون في حالة إكراه مضطر إلى أن يتكلم بالكفر وأن يفعل كفرا، فإنه معذور بهذا. فالإكراه مانع من موانع التكفير. إذن قلنا إن موانع التكفير هي الخطأ والجهل
والتأويل وإيش والإكراه. فإذا وجد شخص قد حصل منه قول أو فعل كفري لكن عنده أحد هذه الموانع فلا يجوز الإقدام على تكفيره. طيب هنا عندنا أيضا بعض المسائل المهمة التي يقع فيها أخطاء من بعض الناس. إذا كان قول هذا الشخص يلزم عليه الكفر، هل يحكم على الشخص بقوله أو بلازم قوله؟ يعني قد يكون قوله ليس كفراً ولكنه يلزم على القول الكفر، فهل لازم المذهب مذهب أو لا؟ الصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحب المذهب. يعني إذا قال شخص قولاً وأنت قلت له إنه يلزم على قولك أمور مخرجة من الملة، فهل تحكم عليه بالخروج من الملة أو لا؟ نقول لا نحكم عليه إلا إذا التزمها. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي قال هذا القول قد يقول أنا لا ألتزم ما تلزمني به، إن كلامي لا يلزم منه ما تقوله، فأنا أقول هذا الكلام لكني أنفي هذا اللازم. ثم إن أيضا الشخص قد يكون ذاهلا عن لوازم قوله، فليس لازم القول قول إلا في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما لازم قول المخلوقين فإنه غير لازم إلا إذا التزموه. واضح؟ الأمر الثاني الذي يجب أن نتنبأ إليه في هذه المسائل المهمة أيها الإخوة، مسألة الخطأ في العقيدة أو الجهل في أمور الاعتقاد. هل من أخطأ في العقيدة يكفر أو لا؟ وهل من جهل شيئا من أمور الاعتقاد يكفر أو لا؟ بعض الناس يكفر بأي خطأ في العقيدة أو بأي جهل في أمور العقيدة، وهذا خطأ. ليس كل جهل في أي مسألة من مسائل العقيدة يكون كفرا، لأن مسائل الاعتقاد ليست على درجة واحدة، والأشخاص أيضا كما سبق معنا قد يعذر شخص ولا يعذر شخص آخر. ويحسن أن يستدل في هذا السياق بقصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه، مسرف على نفسه، فقال لبنيه إذا أنا مت فاطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً. فلما مات فعلوا به ما أوصاهم به فدروه في الريح، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما ذري فيها، وفي بعض الروايات والبحر، حتى قام بين يدي الله فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. طيب هذا الشخص هل اعتقد شيئا يخرج من الملة أو لا؟ نعم. هل جهل شيئا في أمور الاعتقاد أو اعتقد شيئا خطأ؟ نعم، وهو أنه اعتقد
أن الله عز وجل لا يقدر على جمعه إذا ذري في الريح، ومن اعتقد أن الله عز وجل لا يستطيع أن يجمع فتاته فإن هذا كفر، لأنه اعتقاد بعدم قدرة الله عز وجل على هذا الأمر وعلى عدم قدرة الله الشاملة. ولكن هذا الشخص كان جاهلاً بتفاصيل القدرة الإلهية، هو لم يجحد قدرة الرب سبحانه وتعالى ولم يجحد البعث، وإنما جهل هذه التفاصيل. وإن كان هذا الجهل كفر، يعني هذا الاعتقاد كفر، ولكنه لما كان جاهلاً غفر الله له. وهذا الحديث استدل به العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العذر بالجهل في هذه الأمور. فتفاصيل الاعتقاد قد تخفى على بعض الناس، يعني هل كل مسلم يعلم كل صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، تجد كثير من المسلمين يجهلون بعض صفات الله عز وجل، وقد حصل هذا حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم بالتفاصيل. فهل نقول إن من جهل صفة من صفات الله فإنه كافر؟ نقول لا. فالجهل يعني من الخطأ أن يعمم الشخص الحكم فيقول أي جهل في الأمور اعتقادة أو أي خطأ فإنه كفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقرر أن الخطأ مغفور عن هذه الأمة في دقائق الأمور العلمية والعملية، يعني حتى في مسائل الاعتقاد، يعني الإنسان ليس معصوما، قد يخطئ قد يجتهد فيخطئ فخطأه مردود عليه، لكننا لا نخرج الشخص من الملة بخطأ أخطأه في هذه الأمور الدقيقة، هذه الأمور الجزئية والدقيقة. من المسائل المهمة أيضا في هذا الباب التي ينبه عليها أن بعض الناس يفهم قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، يفهمها فهما منحرفا. هل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ نقول الكافر على نوعين كما سبق. الكافر الأصلي هذا واضح، والله عز وجل قد كفره، من لم يكفر من كفره الله ورسوله يكون كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لأحكام الشريعة. لكن هل من توقف في تكفير مسلم فعل فعلا كفره به بعض الناس، هل نقول إنك كافر لأنك لم تكفر؟ قل لا، لأن هذا الشخص المسلم الذي فعل فعلا هو موطن اجتهاد عند بعض الناس، قد يتبين لبعض الناس أن هذا الشخص بفعل هذا كفر، لكن الشخص الآخر لم يتبين له أنه كافر بهذا الفعل، لأنه يعني يرى أنه معذور مثلا بتأويل أو نحو ذلك. فهل تكفر من لم يكفره؟ يعني أنت لو اعتقدت أن هذا الشخص قد كفر، هذا الشخص المنتسب للإسلام قد كفر، هل يجوز أن تكفر أي مسلم لم يكفره؟ يقول لا، لا يجوز. فلا يصح أن تفهم هذه القاعدة فهما مغلوطا، أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه في حق الكافر الأصلي، الكافر الذي استبان كفره. أما المسلم الذي وقع في كفر في مسألة محتملة كفره بعض الناس فيها وبعضهم لم يكفروه، فلا يجوز لمن كفره أن يكفر من لم يكفر إذا لم يستبن للشخص الآخر كفره. واضح؟ وهذا كثير في مسائل التأويل، يعني يظهر هذا أكثر في مسائل التأويل ومسائل الدقيقة.
ومن المسائل المهمة أيها الإخوة والتي يعني كثير ما تكون سبباً للتكفير جهل بعض الناس بالشروط والموانع، فيظن أنه لما كفر هذا الشخص بسبب هذا الفعل أنه يجب أن يكفر كل شخص يفعل هذا الفعل أو كل شخص يقول هذا القول، وهذا خطأ، لأن الأشخاص يختلفون. التكفير أيها الإخوة يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، وما يحف بهذا الفعل من أمور يجب أن تستحضر في مسائل التكفير، كما سبقنا في معنا في الاستحلال مثلا، نحن نقول من استحل ما حرم الله فإنه كافر، لكن لا يجوز أن نكفر كل من استحل مثلا الخمر. نعم هناك ناس يستحلون مثلا الخمر يكونون كفار لأنه استحلوا عن علم ونحو ذلك، لكن هناك أناسا قد يستحلونه بجهل فلا يكفرون، فلا يجوز أن يجعل الحكم واحد في الجميع. فنحن نفرق كما سبق بين القول والقائل والفعل والفاعل والوصف والموصوف، فلا بد من استحضار هذه الأمور وهذه القواعد حتى يكون الشخص على بينة من أمره ولا يقدم على تكفير مسلم. فمن ثبت إسلامه بيقين لم يجز أن يزال عنه هذا الوصف إلا بيقين. والتكفير حق الله، التكفير حكم شرعي، كما لا يجوز أن تستحل أنت ما حرم الله وتصف شيء، تصف الحلال بأنه حرام أو تصف الحرام بأنه حلال، كذلك لا يجوز لك أن تقدم على تكفير مسلم إلا ببينة وبرهان. وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتكفير التكفير بغير بينة بغير برهان من القول على الله بغير علم، وكما سبق معنا إن تكفير المسلم كقتله، تكفير المسلم كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذه الكلمة وإثمها يرجع إلى أحدهما. إن كان الشخص الذي كفر يستحق هذه الكلمة فتذهب له، إن لم يستحق هذه الكلمة فإنها ترجع إلى القائل، إثم هذه الكلمة يرجع إلى القائل لأنه قد أطلقها على محل غير قابل لهذه الكلمة. وهذا باب عظيم أيها الإخوة، وباب كبير يجب علينا أن نعتني به وأن نتهيب من إطلاق الكفر على المسلم، لأن إخراج المسلم عن دينه هذا يعني أمر عظيم، ولأن تتهيب وتتوقف في شخص قد قال قولا أو فعل فعلا محتملا، هذا أولى بك من أن تقدم وتكون متجرئا على إطلاق التكفير في أمر محتمل، في أمر محتمل في شخص ظاهره الإسلام، وأنك أنت لست الحكم على عباد الله. هذا أمر يعني فقهي وشرعي يقدم عليه ويقوم به الراسخون في العلم، الذي عنده علم وعنده بصيرة وعنده فهم، يعرف المكفرات ويعرف الشروط ويعرف الموانع يقدم عليه. أما الشخص العامي أو أشباه العامة فإنه لا يجوز أن يقدم عليه، لأن التكفير هو بداية الغلو والتطرف واستحلال الدماء. الخوارج كفروا ثم استحلوا دماء المسلمين، وإذا كفر الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة: تطلق زوجته إن كان متزوجا، لا يرث،
لا يورث، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، هذه أحكام يعني كبيرة، فلا يجوز الإقدام على هذا الأمر إلا بيقين يكون من أصحاب العلم والبصيرة والفهم في الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم لديننا، وأن يجنبنا أسباب الزيغ والغلو والتطرف والانحراف، وأن يهدينا ويسددنا ويثبتنا على الحق، وأن يصرف عنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.